من الشعر حكمة. مقاوم بالثرثرة، ممانع بالثرثرة، له لسان مدع يصول في شوارع الشام كسيف عنترة، يكاد يلتف على الجولان والقنيطرة. مقاوم لم يرفع السلاح ولم يهب جولاننا دبابة أو طائرة، لم يطلق النار على العدو، لكن حينما تكلم الشعب صحى من نومه وصاح في رجاله مؤامرة مؤامرة، وأعلن الحرب على الشعب، وكان رده على الكلام مجزرة. مقاوم يفهم في الطب كما يفهم في السياسة، استقال من عيادة العيون كي يعمل في عيادة الرئاسة، فشرح الشعب وباع لحمه وعظمه، وقدم اعتذاره لشعبه ببالغ الكياسة. عذرا لكم يا أيها الشعب الذي جعلت من عظامه مداسة، عذرا لكم يا أيها الشعب الذي سرقته في نوبة الحراسة، عذرا لكم يا أيها الشعب الذي طعنته في ظهره في نوبة الحراسة، عذرا. فإن كنت أنا الدكتور في الدراسة، فإنني القصاب والسفاح والقاتل بالوراثة. دكتورنا الفهمان يستعمل الساطور في جراحة اللسان، من قال لا من شعبه في غفلة عن أعين الزمان يرحمه الرحمن. بلاده سجن وكل شعبه إما سجين عنده أو أنه سجان، بلاده مقبرة أشجارها لا تلبس الأخضر لكن تلبس السواد والأكفان، حزنا على الإنسان. أحاكم لدولة من يطلق النار على الشعب الذي يحكمه أم أنه قرصان؟ أحاكم لدولة من يطلق النار على الشعب الذي يحكمه أم أنه قرصان؟ لا تبكي يا سورية، لا تعلن الحداد فوق شموخ جسد الضحية، لا تلثم الجرحى ولا تنتزع الشظية، القطرة الأولى من الدم الذي نزفته ستحسم القضية. قفي على رجليك يا ميسون يا بنت بني أمية، قفي كسنديانة في وجه كل طلقة وكل بندقية، قفي كأي وردة حزينة تطلع فوق شرفة شامية، وأعلن الصرخة في وجوههم حرية حرية حرية، وأعلن الصرخة في وجوههم حرية. من الشعر حكمة. وجوهكم أقنعة بالغة المرونة، طلاؤها حصافة وقعرها رعونة، صفق إبليس لها مندهشا وباعكم فنونه، وقال إني راحل ما عاد لي دور هنا، دوري أنا أنتم ستلعبون. ودارت الأدوار فوق أوجه قاسية تعدلها من تحتكم ليونة، فكلما نام العدو بينكم رحتم تقرعون، لكنكم تجرون ألف قرعة لمن ينام دونه. وغاية الخشونة أن تندبوا قم يا صلاح الدين قم، حتى اشتكى مرقده من حوله العفونة.
كم مرة في العام توقظونه؟ كم مرة على جدار الجبن تجلدونه؟ أيطلب الأحياء من أمواتهم معونة؟ وإن أتى بلكنة غريبة فهل تترجمونه؟ دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. وجوهكم أقنعة بالغة المرونة، طلاؤها حصافة وقعرها رعونة، صفق إبليس لها مندهشا وباعكم فنونة، وقال إني راحل ما عاد لي دور هنا، دوري أنا أنتم ستلعبون. ودارت الأدوار فوق أوجه قاسية تعدلها من تحتكم ليونة، فكلما نام العدو بينكم رحتم تقرعون، لكنكم تجرون ألف قرعة لمن ينام دونه. وغاية الخشونة أن تندبوا قم يا صلاح الدين قم، حتى اشتكى مرقده من حوله العفونة. كم مرة في العام توقظونه؟ كم مرة على جدار الجبن تجلدونه؟ أيطلب الأحياء من أمواتهم معونة؟ وإن أتى بلكنة غريبة فهل تترجمونه؟ دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. من الشعر حكمة.